حبيبي، عارفين مين اصحاب المركز اللي اسمه تكوين القائمين عليه اللي عاوزين يتكلموا ويجددوا الدين؟ استاذ ابراهيم عيسى، الاستاذ اسلام بحيري، استاذ يوسف زيدان، استاذ فراس السواح، الاستاذه فاطمه نعود. شفت بحترمهم ازاي؟ ما بقولش اسمائهم مجرده، طبعا في غيرهم كتير واسمائهم معروفه، لكني مش عاوز ابوظ اسمعكم اكتر من كده. طب بالله عليكم، هل الاسماء دي مؤهله ان هي تتكلم في الدين بالفكر بتاعهم ده؟ احكموا انتوا بقى. وتطلع هنا الحاجه فاطمه نعود تقول لك انا من عائله متصوفه تحفظ القران الكريم، ووالدي كان يا ام المصلين في المسجد. طب ايه يعني؟ ما سيدنا نوح كان نبي وابنه كان كافر، فانت مالك بوالدك؟ شوفي حالك انت الاول. لا، وتقول لك ولا نسمح لاي شخص مهما كان من التطاول على الاديان. ما انت بتعملي ايه حضرتك؟ انت شغاله ليل ونهار انت والناس اللي معاكي بتخبطوا وترزعوا في الدين. انتشرت صوره للمجموعه دي بتاعت وكر تكوين، صوره كانت فيها ازازه بيره في الجنب، فعمك علاء حسني مبارك بيقول ايه؟ ازازه البيره المشبره اللي في الصوره بتاعت مين يا عفريت؟ مش بعيد يكون حد فيهم بيشرب حاجه زي كده، ما انت تتوقع منهم اكتر من كده، اذا كانهم عاملين حلقه يا راجل مسمينها هل الخمر حلال شرعا؟ واما عن اللي هيكتب لي تحت في التعليقات يا عم شريف اميت الباطل بالسكوت، اقول لك يا حبيب قلبي لما يكون الباطل ده منزوي ومخفي ومحدش شافه ولا بيسمع عنه، فما ينفعش ان انا اجيبه واظهره للناس واصلا محدش سمعه ولا شايفه ولا يعرف عنه حاجه، لكن لما يكون الباطل متفشي وعمال ينتشر هنا وهنا، لا ستوب، لازم ياخد الباطل على دماغه علشان ينزوي زي ما كان منزوي قبل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. طالما تقدر تتكلم وتحذر الناس من الباطل ده لازم تتكلم، وما ينفعش تسكت، ولا انت مش عارف تتكلم شير فيديو زي دوت عشان الناس تعرف الكلام ده. فهؤلاء يريدون اسقاط الاسلام ولكن مش قادرين يجوا ناحيه القران، فيجوا ناحيه السنه، ناحيه العلماء، ناحيه الاكابر اللي نقلوا لنا الدين، الامام البخاري والامام مسلم والترمذي والنسائي وابي داود وابو حنيفه والامام مالك والشافعي واحمد بن حنبل وابن تيميه وابن القيم وغيرهم كتير، لانهم عارفين ومتاكدين ان هم لما يسقطوا الرموز دي يبقى كده اسقطوا الدين، ساعتها الدين هيوصل لنا ازاي من غير الناس دي؟ لما يكون في دكتور عامل بحث ومشروع محترم عاوز يظهره للنور، فانت مش عارف تطعن في البحث ولا المشروع لانه منمق ومنسق، كلام مظبوط جدا علميا ونظريا، فيقوم ينتقص في الدكتور اللي كتب المشروع فيقول لك ده هبل ده عبيط، ساعتها لما تسمع الكلام ده عن الدكتور هتقول يبقى الكلام اللي جايبه عبيط زي ما هو ده ما يجيبش غير ده، وهو ده اللي عاوزينه ونحن لهم بالمرصاد. واحد فيهم عامل لك حلقه يقول لك هل السيرة النبوية صحيحة؟ طب هي مدونة؟ طب وصلت لنا ازاي؟ السيرة النبوية دي كلها افتراضات وتوقعات واحتمالات، يمكن وما يمكنش، احنا ناخد بالنا من يمكن وما يمكنش؟ ايش عرفنا ان حصل كذا؟ عاوز يسقط السيره النبويه كمان، ما فيش حاجه اسمها ولا صحابه ولا نبي ولا مواقف ولا معاملات ولا اخلاق ولا اي حاجه، عاوزين يخربوها وعاوزينها شمال ويبغونها عوجا كما قال الله عز وجل. انت ازاي بتصلي يا حبيب قلبي؟ انت بتاخد الصلاه بتاعتك منين؟ من القران ولا من السنه؟ لو قلت من القران يبقى انت بتكذب، لان القران ما عندناش فيه الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، الكلام ده كله في السنه النبويه وغيرها من الاحكام التشريعيه، فالسنه شارحه للقران الكريم، والدين عندنا القران سنة. ما ينفعش ناخد ده ونسيب ده، لازم الاثنين مع بعض، لان الاثنين من عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هؤلاء القوم فقال ان في ناس اسمهم قرآنيين هيجوا ياخدوا بالقرآن بس، عليكم بكتاب الله بس، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. طب والسنة يا اخوانا ارموها ورا ظهركم. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالناس دول بالظبط. اسمع الحديث ده في صحيح الامام مسلم، حديث عجيب بيشرح لك الناس دي عامله ازاي. لما سأل واحد من الصحابه قال له يا رسول الله هل وراء ذلك الخير شر؟ يعني الخير اللي احنا عايشين فيه ده هيجي بعده شر؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ يعني ازاي ده يا رسول الله؟ اشرح لنا. اسمع بيقول لك ايه. قال يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهداي. ائمه يعني ناس مشهورين، اعلام ليهم كلمه مسموعه، بيظهروا بقى على السوشيال ميديا وسائل الاعلام وبيكتبوا منشورات، وناس يعني من المشاهير يعني ليهم أتباع. أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. يعني شكلهم كده طبيعي جدا، لهم مناخير عادي ودان وبق ووجه وبياكلوا ويشربوا عادي، لكن قلوبهم قلوب شياطين، شياطين متحركة بينكم عاوزين يسقطوا الدين ومعالم الدين ورموز الدين والسنة النبوية. كل ده بشأن ودعوة أننا قوم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إخواننا علموا أولادكم الدين الصح والعقيده الصحيحه، ما تسيبهمش كده لكل من هب ودب يتكلم يسمعوا له. شوفوا اولادكم بيسمعوا لمين وبيشوفوا مين وبيتعلموا من مين، لانك في الاول وفي الاخر انت مسؤول عن هؤلاء الاولاد، فانت راع وكل راع مسؤول عن رعيته. واما هؤلاء القوم فهم شرذمه قليلون، وسينتهي اجلهم وتندثر اراؤهم كما فعل باشياعهم من قبل. واللي قبلهم عملوا زيهم ومرميين دلوقتي تحت التراب بيتحاسبوا على كل صغيره وكبيره. وسيظل هذا الدين قران وسنه قائما شامخا قويا ما دامت السماوات والأرض، والله غالب على أمره، وصلوا على سيدنا النبي.